بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. النهارده هنعمل السمك المقلي بس بطريقه مميزه جدا غير اي طريقه انت عملتيه قبل كده بيها، واوعدك ان الطريقه النهارده ديت هتطلع معاكي الناجحه مليون الميه ان شاء الله. طريقه سهله وسريعه وكمان طعم لا اروع من كده. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه، وكمان المكونات هنستخدمها قد ايه، وهنعمل كل حاجه مع بعض. طبعا معايا السمك الكميه اللي انت عايزاها. الطريقه دي تنفع للسمك البلطي، تنفع للسمك المكرونه، السمك قشر البياض، اي نوع سمك بيتقلي تنفع الطريقه دي معاه. تمام كده. اول حاجه بقى معايا ليمون، ومعايا كمان هنا نص راس ثوم طحناها، ومعايا كمان قرنين فلفل اخضر او احمر ضربهم في المطحنة. تمام كده، يعني بمعدل مثلا نقول 6 فصوص ثوم وقرنين فلفل تطحنيهم مع بعض. ما عندكيش هتاخدي معلقتين من اللي انت عاملاه اللي هي رست الشطة ومعلقتين ثوم. كمان معايا التوابل اللي انا هستخدمها النهاردة. اولا طبعا اساسي اي حاجة الملح، معايا معلقة صغيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة، معايا نص معلقة صغيرة كركم، وده مهم جدا في الوصفة بتاعتنا وهنستخدمه النهاردة مرتين مش مرة واحدة بس. اول حاجة بقى بتاع معايا هجيب بقى الطبق بتاعي، وهحط فيه بقى الثوم، وكمان هحط فيه هريسه الشطه. طبعا هريسه الشطه دي او الفلفل اللي انا طحنه ده فلفل اخضر، تقدري تستعملي فلفل احمر عادي مفيش اي مشاكل. يعني معدل معلقتين ومعلقتين. هحط بقى الملح، وهحط الكمون والكزبره والكركم. طبعا انا حطيت الكركم كله لان دي نص معلقه، لسه معايا نص معلقه تانية هقول لك هنستخدمها في ايه. كده التتبيله بتاعتي يعتبر كده هقلبهم مع بعض. زي ما بقول لك لو الثوم عندك مش مفروم والفلفل كمان مش مفروم افرميهم كلهم مع بعض، وحطي عليهم التوابل في الكبه او في المطحنه بتاعت الخلاط. بعد كده هبدأ ان انا اعصر الليمون بتاعي. بصي هعصر الليمون بتاعي، دول معايا هنا 3 ليمونات. بعد ما عصرت الليمون بالشكل ده كده هقلب بقى التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. لو مش عايزه فلفل حراق ما تحطيش، يعني ده اختياري بتاعك انت، بس اهم حاجه في التتبيله ديت الثوم، لان الثوم والكمون وشويه الكزبره حبيب السمك. بس كده دي التتبيله بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض. تقدري كمان لو عامله كميه كبيره تحتفظي بيها في الفريزر وتطلعي منها على قد الكميه اللي انت هتعمليها بس. يعني مثلا لو هتعملي مثلا كيلو سمك هتطلعي منها 3 4 معالق، والباقي هتشيليه في الفريزر تقدري اللي انت تحتفظي بيها بالشكل دوت كده في علبه بلاستيك. طبعا معايا هنا السمك انا غسلاه كويس جدا ومقطعاه شرايح كده من الجنب، يعني من الجنب كده فتحاله فتحتين عشان ادخل التتبيله من هنا ويبقى طعمه حلو جدا. طبعا انا عملت كله ما عدا واحده بس هعملها معاكي عشان اوريهالك. سكينه عاديه خالص، وكمان السمك اهو ببدا ان انا افتحه كده بالشكل دوت كده، وبتدخلي التتبيله من هنا بتتبل السمك من جوه وبتخلي اللحم بتاعه مسكر كده وحلو. طبعا الناحيه التانيه برضو خلي بالك احسن تتعوري. بس كده كده انا فتحت السمكية بالشكل دوت كده اهي. لو السمكية صغيرة شوية افتحيها واحدة بس، لو السمكية كبيرة كده او اكبر من كده افتحيها اتنين او تلاتة. تمام كده. هبدأ دلوقتي بقى اتبل السمك بتاعي واوريك انا هتبله ازاي. جبت معايا بقى كده مصفى او بوله عندك تكون مثلا هتحطي فيها، انا حاطه من تحتيها بوله وحاطه كمان مصفى من فوق عشان خاطر السمك يتصفى معايا. طبعا السمك ده انا غسلاه كويس جدا، وكمان لما بتيجي تغسلي السمك يستحسن تغسليه بليمون ما تغسلوش بخل، لان الخل بيهري السمكيه جدا. بعد كده بقى بالشكل دوت كده هبدا ان انا اجيب التتبيله بتاعتي وابدا ان انا احط في السمكيه من جوه بالشكل دوت كده. ما تحطيش على السمكيه من بره، لان لما تحطي على السمكيه من بره وتيجي بعد كده تحطي فيها الدقيق هيتحرق منك الدقيق وتبقى شكلها مش حلو. كل اللي احنا هنحطه بس هتاخدي شويه في ايديك صغيرين كده وتدخليهم في الفتحات اللي احنا عملناها، لكن ما تحطيش تتبيله على السمكيه من بره عشان ما تتحرقش منك ويبقى شكلها مش حلو وانت حاطه فيها الدقيق بالشكل دوت كده. نعمل واحده تانيه مع بعض. عايزه اقول لك ان التتبيله دي بتدي طعم حلو قوي للسمك،
طعم مميز كده غير اي حد. وطبعا كل واحدة لما بتعمل تتبيلة السمك بطريقتها بتبقى ليها تمييز كده، غير ما تاكلي سمك في اي حتة تانية. يعني مهما تاكلي في سمك في اي حتة تانية، بيبقى السمك اللي انت بتعمليه بايديكي هو اللي بيبقى طعمه حلو جدا. يعني بالشكل ده كده هعمل بقى بقية الكمية واوريها لك. بعد ما سبت السمك بقى نص ساعة كده في التتبيلة بتاعته، ممكن تسيبيه ساعة، ممكن تسيبيه نص ساعة براحتك، بس اقل حاجة تسيبيها هي ربع ساعة علشان خاطر يكون التتبيلة وصلت للحم بتاعه واللحم اتملح بقى طعمه حلو لما تيجي تاكليه. بعد كده حطيت هنا كيس بلاستيك بالشكل ده كده، مش طبق ولا صينية، كيس بلاستيك فتحها عادي من بتاع التلاجة، حطها على الرخامة عشان بعد ما اخلص المه واروح رميها على طول. عندي هنا الدقيق، هحط كده الدقيق بتاعي، ما تحطيش دقيق كتير، لو عوزتي ابقي حطي تاني لكن عشان ما يترميش. يعني كده الدقيق. بعد كده بقى الكركم اللي انا قلتلك عليه، هحط هنا حوالي نص معلقه كركم بالشكل ده كده. الكركم بقى هو اللي بيخلي لون السمك حلو جدا زي بتاع المحلات بالظبط. هقلبه كويس مع الدقيق. حابه تحطي ملح حطي، لكن انا مش بحط ملح بصراحه. كده قلبت بقى الدقيق مع الكركم بالشكل دوت، لان الكركم دوت هيديك لون اصفر جدا للسمك من بره، وهيديله كمان الشكل اللي احنا بنشوفه في المحلات الكبيره اللي هي الفخمه ديت اللي بتبقى عامله السمكيه شكلها جامد كده. بعد كده السمك بتاعي بقى هجيبه احط عليه الدقيق. بصي، حطي بقى الدقيق على السمكيه كلها بالشكل دوت كده. بعد كده بقى طبعا اعملي كمية السمك كلها بالشكل دوت كده زي ما عملناها في البداية. عملت واحدة تانية، وطبعا هعمل بقية الكمية. وبعد كده هولع النار على الزيت، وهقولك بعد كده المرحلة اللي بعد كده ايه اللي احنا هننزله في المية. طبعا معايا الزيت اهو خلاص بدا اللي هو يسخن معايا، اهم حاجه يكون الزيت بتاعك سخن جدا. معايا هنا بوله فيها ميه، هبدا ان انا انزل السمكيه بتاعتي كلها في البوله بالشكل دوت كده واغطيها. هتعمل الدقيق شكل العجينه بالشكل دوت كده، وبعد كده هبدا احطه في الزيت. نعمل واحده تانية مع بعض. هتنزلي السمكيه كلها في الميه بالشكل دوت كده. طبعا لو بوله اكبر شويه هيبقى ليكي الموضوع سهل شويه. بعد كده بقت السمكيه معايا شكلها عامل زي العجينه بالشكل دوت كده، هبدا ان انا انزلها في الزيت. هسيبها بقى في الزيت كده لحد ما تتحمر معايا، ما تقلبيش السمك خالص غير لما ياخد لون من تحت، وبعد كده تقلبيه علشان خاطر لو قلبتيه وهو لسه ما خدش لون من تحت هيتكسر منك، وطبعا مش هينفع ان انت تعملي فيه اي حاجه تانية وهتبوظ السمكيه منك. لكن يستحسن ان انت تستني لحد ما السمكيه تتحمر من تحت. بصي دلوقتي خلاص السمكيه بتاعتي بدات ان هي تتحمر من تحت، هبدا بقى ان انا اقلبها. مش بدات، هي اتحمرت بالفعل من تحت بالشكل دوت كده. السمكيه اتحمرت، هبدا اقلب الثانيه. وطبعا انا حاطه الليمون هنا عشان ريحه الزفاره، بس هو اصلا طول ما انت بتشتري السمك من مكان موثوق فيه والبياع اللي هو بيبيعه لك السمك بتاعه كويس، عمرك ما هتشمي ريحه زفاره حتى لو مش حاطه الليمون. كده بقى برضو مش هقدر ان انا اقلبها تاني غير لما تتحمر من تحت، وبعد كده هرفعها على طول من على النار. وقد ايه بصي شكلها من بره لونه اصفر وجميل، اللون الذهبي الحلو اللي احنا بندور عليه، وبتبقي محتاره ازاي تطلعي السمك اللون دوت. اهو هو دوت اللون من الكركم وكمان الميه. هستنى بقى لحد ما تتحمر من تحت واطلعها على مناديل المطبخ واوريكي قد ايه هي من بره مقرمشه وجميله ومن جوه كمان. خلاص دلوقتي بعد ما قليت السمك بالشكل اللي انت شايفاه دوت قد ايه كريسبي جدا من بره وكمان طري جدا من جوه، صدقيني طعمه حلو قوي. اتمنى تجربي الطريقه ديت ونفس الخطوات اللي انا عملتها تعمليها واحده واحده، صدقيني هيطلع معاكي حلو جدا 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 غير اي سمك انت تاني كلتيه، وهتتعودي على طول تعمليه بالطريقه ديت كده. ينفع كمان للعزايم وشكله حلو، وكمان على سفرتك هيشرفك ان شاء الله. بس كده دي الطريقه بتاعتي النهارده، اتمنى الفيديو عجبك. ما تنسيش تحطي اللايك، ولو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، وطبعا شير لاصحابك عشان كلنا نستفيد. والسلام عليكم ورحمه